اسألك عن العريق كيف عند الطباخة عنهم يعزموني. منير حبيب الكل تسلم. اليوم نبي نصلح نوعين وشي؟ البرياني والزربيان. شوف منير تسلم نبغى أسرار المطاعم. ما عليك إن شاء الله اليوم تشوف الشغل بيض الوجه. كيف والله عليك. تحية لك للمتابعين الكرام اللي معك. يا حبيبي والله. طبعا نبغى نعرف طبعا الزربيان اللي في الحجاز غير الزربيان اللي يصلحونه اليمنيين في المطاعم. وكذلك البرياني يختلف تماما عن الهندي ولا كأنه هندي اصلا. لا لا البرياني اللي نسوي احنا ومعتمدين عليه اللي يناسب المذاق الخليجي بشكل عام يعني. حلو. يعني اقرب ما يكون الاكل الخليجي. أيوة الشعبي. أيوة. اكثر من انه اكل هندي. صحيح. لانه الهندي بالغالب البهارات كثير وال ويكون حار والرز متعجن شوي، بس هذا يعني ميكس ما بين البرياني والكبسه الخليجيه. كفو يلا تكفى جعنا. برياني المطاعم بطريقه لذيذه وجميله جدا 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 مع الشيف منير الحداد. منير حيك حبيبي. الله يبارك فيك. وش المكونات اللي بصلح فيها اليوم البرياني؟ شوف بالنسبه للبرياني المكونات الاساسيه اللي تدخل فيها اللي هو الزنجبيل والثوم. زنجبيل والثوم والنعناع والكزبره، هذه اللي تجعله مميز عن اي كبسه ثانيه. نعناع. ايه نعناع وكزبره. كميه النعناع كم عن الكزبره؟ حزمه بحزمه. حزمة يعني كزبرة حزمة نعناع يعني نص بنص. هذه جديدة علينا. ايه. طيب وش بعد؟ طبعا يدخل فيها البصل، يدخل فيها الزبادي، البهارات الصحيحة، بهارات مشكلة. حلو. أو البهارات اللي تجي مخصصة للبرياني. حلو. كركم، الملح البحري، الفلفل، البصل والرز والدجاج أو لحم حسب نوعية الطبخة اللي بتسوى سواء كانت دجاج او لحم. ايوه. بسم الله. اول شيء نحط الزيت. حلو. علشان نقلي البصل. حلو. كمية هذه كفاية. ما شاء الله كمية الله فيها. والحين نحط البصل. طبعا البصل هذا انا اطبخ الكمية الكبيرة هذه علشان بعدين احتاج هذه طبخات ثانية. حلو. الحين انت طلعت نصه هذا اشقر. طبعا هذا يوم شقر وهذا انا خليته الحين يحترق كذا شوي. حلو. عشان هذا بنخلطه مع الزبادي والبهارات للزربيان، شوي من البصل اللي رفعناه واللي هو حق البرياني. بعد كذا ننزل الدجاج. دجاج البرياني. الحين نحط البهارات الصحيحه اللي يركب كلش على كلش. كلش. نضيف اهم مكون بالبرياني اللي هو الثوم والزنجبيل يكون بهذا الشكل. الحين نضيف الزبادي، النعناع والكزبرة. ما شاء الله. شوف 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 شوف. يا سلام يا سلام. الحين نضيف شوي من البصل المقلي في هذه المرحلة. خلاص نضيف الماء ونخليه يطبخ. طبعا شوف الزبادي مع مرقة ما يحتاج نضيف ما كثير، نضيف شيء بسيط إن شاء الله. نضيف الماء طبعا كمية مستقدرة ما نكثر ما كثير. قل لي بس. خلاص بس بس بس. علشان لو زودنا المية الريح الريح يا ابو عبد الله ما ياخذ نكهة الدجاج، لأن الماء هذا ما راح نستخدمه كامل. الرز بنسلقه 3-4 شهور. تكنيك خطير بالشيف. زربيان المطاعم اليمنية وبالأسرار. أول شيء حطينا الزيت اللي قليناه بالبصل قبل. الحين نضيف قطع الدجاج. حلو. يا سلام. بسم الله. حطه كامل. حرك. لازم الحرارة عالية كذا. الحين نخلي الدجاج يتشوح كذا وياخذ لون، بينما نحضر الكشنة اللي هي بنخلط زبادي مع البصل المحروق. الحين نضيف الزبادي. نضيف البصل. بهارات مشكلة. حلو. أي بهارات مشكلة بالبيت. القليل من الكركم. حلو. خلاص نضيف الحين شوية ماء ونخلط المكونات كلها مع بعض. ما شاء الله. وطوالي ننزل البطاطس. بعد اللون. إيه. ما نحرك البطاطس. لا لا. بنحرك بس البطاطس يمسك اللون ويكون شكله. هذه كشنة الزبادي. والله ريحة الزبادي. الحين بسم الله نضيف هنا طبقة الرز. طبقات الرز.
اللي هي حق البرياني. ايوه تمام. نحط الطبق الثاني. طبق ثاني. لا شوية. مسك لي هلا لأنه في بصل. نوزع الدجاج بهذا الشكل. النعناع والكزبرة ضروري نضيف في هذه المراحل. كل طبقة رز فوقها دجاج كزبرة ونعناع ورشة بصل مكرمل. الحين هنا عندنا الزربيان، حطينا طبقة من الرز بالأسفل، نضيف البصل، بصل، كمية الدجاج مع المرقة بالكامل. أوه نكهة البصل المقلي. أوه حطينا التبخيرة، حطينا البسطير. كم دقيقة ويصير جاهز؟ حياتي كلها طبخ وطباخة وغيري عايشين على الوزادة. عطونا الرز بيجي الحين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أول شيء شو نبدأ فيه؟ هذا البرياني على طول. روح قول بسم الله. بسم الله ما شاء الله يا حبيبي والله احلى منير فيك يا دنيا. روح يا منير روح. كيفو ما شاء الله شوف بعينك يا حبيبي. انا ابغى اشوف البطاطس ايش صار عليها. ما شاء الله بسم الله اخوي. شكل الزربيان يحمس اكثر من البرياني. الزربيان خطير والله نكهه. شوف 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 ريحه. ابو فهد تسلم قدكت البرياني بهالطريقه ذي. لا والله شيء احنا بنغرف لنا الحين شكله ما يحتاج. قل بسم الله يا ابو فهد ما شاء الله. وعذرنا ان انسان جوعناك. بسم الله الله يطول. ما شاء الله ما شاء الله ابو فهد عاد ذوق رز ما شاء الله. انا لو تعطيني الصبح الرز ما شاء الله. بسم الله الله يجعلك بالعافيه. والمزينة هذا هو بيض الله رجل. الله يحفظك بالعافية عليك والله يا طعم. وقف أجل خلنا كمل يا أخوي يبي له تكميل. وخر عني ذي وجهي هذا عظم. طيب ذيك الدجيجة ترى ما الرز واخر واحد الرز يا شيخ. الله ما شاء الله الرز يا شيخ. روح روح خلي يوكل خلي يذوق. ترى كذا طريقتهم أهل اليمن. اي ذوقه وقف أجل خلني يومني بعد. وش عندك؟ مخباتك بسم الله يعني بالعافيه. شنو مغبي؟ اخاف ما عندكم معي. لا انت جيب لك فلفل. بسم الله قد ذقت الزربيان بطريقه لذيذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء خلنا تسع وراك شو تسوي انت؟ ما شاء الله ها شلقى من الفلح ولا تركت هذا مصلح الرجال هذا. ونعم الله الله ينعم بحالك طبخك. اي لا لا خراب نبيهن. تبي من؟ نبي الرجال. لا ذا يا ابوي تبعنا الله يرضى عليك. اقول نبيه. انت لك هالصحين هذا نقدر نعطيك اياه. لا لا نبيه الرجال. ايش رايك؟ اقول الرز. ابو حمد. بسم الله. اسمك منير. الريحه اللي ما كلام من منير من الشيف منير. بسم الله. تعال يذوق شيء صراحه. الله يحفظك. صراحه شغل الله يحفظك. ما شاء الله. ابو حمد. لا عاد ابو حمد صدق ما شاء الله تبارك الله فنان ترى بالتذوق ذويق والاكل الشعبي. لما انا الريحه قبل شوي انا ما انتظرت دوري على طول لكن اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. وهذا بس على عندك عاد تبي الصدق كيف؟ والله شيء خرافه لا يفوتك بصراحه. الطعم في المخ اسرار تنطلع لكم من العرين على طول. ما شاء الله تبارك الله والله منير ما قصرت. الله يزيدك من فضله يا رب ان شاء الله يا حبيبي عليكم وعلى المتابعين الكرام. الله يبارك يا رب.